الطببيعة الشعر بيت بيت يا عمير يطيب الجو ساعة لقاك في سما المجد بفعالك وعلمك رقيت حبنا لك نجوم ساطعة في سماك ولك نسوق المطايا سيدي لو دعيت كل ما دارت الدنيا بشخص ورصاك التلاشى هموم المبتلي لارتكيت وكل قلب سكنت بالمودة شراك من تواضع سموك في القلوب اعتليت الله اللي المصنع في المزايا عطاك يكفي انك في بيت اول برية نشيت همنا من بعد ما نرضي الله رضاك انت يا الوافي اللي في وعودك وفيت اهتمامك بنجران وعليه من وفاك صنت نجران يا الغالي وفيها اعتنيت ما عاد نطور الديرة يا مشعل سواك من حلالك ومن جهدك ووقتك عطيت يا عسى الله يعينك ويتحقق رجاك وجعل تبقى لنا اللي وعدت ووفيت وسلامتكم الصيف هل فيها الاجواء خيالية نجران جوه السنة يشرح البال الصيف هل فيها الاجواء خيالية نجران جوه السنة يشرح البال الصيف هل فيها الاجواء بعد الحياة نجران زانت مراعية واخضر
والآن يتفضل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران لتكريم الإدارات الحكومية والجهات الداعمة والمشاركة في المهرجان. أولاً إمارة منطقة نجران، أمانة منطقة نجران، الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة نجران، الوفد التونسي الزائر لمنطقة نجران، فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة نجران، شركة جدة للمعارض الدولية الشركة المنظمة، جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران، رئيس مجلس إدارة قنوات المرقاب الفضائية الشيخ مسعد بن سعود بن سمار، مدير عام قنوات المرقاب الفضائية الأستاذ سلطان بن فهد الحيماني، شرطة منطقة نجران، كليات الغد الدولية للعلوم الصحية الراعي التعليمي، الدفاع المدني بمنطقة نجران، حرس الحدود بمنطقة نجران، الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة نجران، الغرفة التجارية الصناعية بنجران، كهرباء منطقة نجران، التلفزيون السعودي، شركة موبايلي الراعي الرئيسي، شركة لارا للمقاولات، مجموعة روابط الحمرور، مجموعة أبو جراح للحيوانات المتنقلة، شركة الأدهمين للمقاولات، مسفر بن محمد عنكيس للذهب والمجوهرات، الخطوط الجوية العربية الناقل الرسمي، نادي الجواد العربي، صحيفة الشرق السعودية، صحيفة الوطن السعودية، صحيفة سبق الإلكترونية، هدية مقدمة من الوفد التونسي الزائر لمنطقة نجران إلى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران. هدية مقدمة من الوفد التونسي الزائر لمنطقة نجران، هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من شركة جدة للمعارض الدولية إلى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران. هدية تذكارية من أمانة منطقة نجران إلى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران. إلى هنا حضورنا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذا الاحتفال لتدشين صيف نجران.